machining and inspection aspects of manufacturing to allow product to be inspected and accepted directly on a machine tool. عادة لما يعملوا التصنيع اللي هو العادي يبدأوا يصنعوا أول منتج يسمونه بروتوتايب ويقولوا يسرقوا قاسمناه وبعدين يرجعوا يخلوا المنتجات الثانية تشتغل مثل هذا اللي يعملوا برودكت مثلا على القارب المي يجوا ياخذوا عينه عشوائيه بالصباح وعينه عشوائيه بالظهر وعينه تمام علشان يقيسوا حقانا الانجريدينتس والكواليتي. طيب using the machine tool as an inspection device eliminates the need for expensive inspection equipment allowing the manufacturer to divert resources to other uses. There is no need to, for inspection fixture ever because fixture زي ما قلنا مثبتة. The machine tool part fixture serves as the inspection fixture. في بعض الأحيان يثبتوا النادى على الـ على الـ على هذا الفيكشر نفسه. As the workpiece gets more complicated, إذا حقنا المنتج معقد جدا, the role of AMI becomes more significant. يعني أصبح مهم جدا. As efficient dimensional measuring equipment, sensors present and a CNC system have present in a CNC system have the capability of providing accurate accurate feedback for the different drive motors. تمام؟ معناته السنسور يقدر عملية السنسور هذا يعمل عملية تحسس بعض الأحيان يكون عن طريق الضوء ويحول إلى فرق جهد ولا إلى فرق تيار يتم قياسه ويطلع له. وإذا طلع في فارق كبير يتجاوزه يقول لي راح للدرايفر ولا للمحرك وقفه. ماشي. وهذا بناخذه بالتفصيل في الكنترول سيستم المحاضرة حقا بعد كذا. قال حد. كمان الكنترول سيستم بناخذه بالسي ان سي بصفة عامة السي ان سي بندرس كبروجرام بندرس كون الماكينة نفسها أصلا ما هي مكونات. ها؟ البرنامج ايوه في برنامج تطبق فيه بو بالكمبيوتر تمام ويقوم الكمبيوتر بنفسه ينفذ او انه في معانا ماكينه هنا تشتغل بس يعني لحد الان بعد الحرب ما جهزناهاش او ما حصلنا ليش مهندس يشتغل فيه اصلا ولا هو الاصل ممكن نطبق فيه بعد تمام. طيب بس المكان اللي تشتغل بس المشكله الكهرباء والمواد مثلا كوردينيت مشارين ماشينز. طبعا هذا معناته يعتمد على ان احنا نعتمد النظام الكوردينيت. الكوردينيت سيستم مهم جدا في الـ في الـ في السي ان سي ماشين وفي التشغيل. نظام الكوردينيت. هي تعتبر من ضمن السنسور صح؟ هو قد يقول هذه حيله وسيله الان احنا بالانسبكشن. ايوه. في الانسبكشن هذه تعتبر وحده، معناته انك بتعمل محور رسمي ومن خلالها الابعاد. Manufacturers are using in-process inspection, in-process, يعني خلال العملية, to control production and achieve desired quality rather than acceptance or rejection at the end. لأنه في النهاية ما مش حاجة اسمها inspection. يا إما accept ولا reject. Okay. Coupling manufacturing process planning with inspection process planning lead to the closure of the desired quality assurance. تمام يعني وصلنا بينهم البروسيس بلاننج والانسبكشن معناته بخلونا قريبين من الخصائص الحقيقيه حق المنتج الاجنبي. طبعا هذول هم اللي يسمونهم بروب وقد يكون طبعا في اكثر من ذي علشان يقيس لك سطح المعامل. هذا سطح مال ممكن تعمل له بروب. طبعا انت لما يكون معك منتج على خط انتاج زي كذا انت ممكن تصمم له البروب حقه على حسب المنتج حقه خاصه اذا انت تنتج منه كميات كبيره في اليوم. يعملوا كذا هذا جروب يقيس على الجسم المعال وهذا جروب يقيس على الجهه وهذا من النهايه وهذا من النهايه كونتاكت ويلز. طبعا هذه تقنيه البروبس حتى تستخدم في قياس في النانو في يسمونه الاتوميك فورس مايكروسكوب ممكن يقيس لك البارتيكلز بالنانو طبعا يجي قطراته تقريبا 10 نانو حتى حتى من الجسم. ما اكبر مشكله بالتصنيع حقه اللي هو التصنيع وبعد لما تجي تديله انت فليم قد صنعته كذا ولا بودر فينزلوا الجهاز كذا بدقه عاليه ويجلس يمسح لما يشكل لك صوره. طبعا الصوره تاخذ لها ساعه بعض الاحيان تمام. بس لما اللي يدرس السطوح هذا النوع من هذا مهم جدا. كلما نزل يولد لك فرق جهد وفرق الجهد هذه تطلع تحول الى صوره ولا زاد ولا طلع ولا نزل. المسح ضوئي شو يقول؟ ها؟
او ايه الماسك بتاعي؟ لا لا تلامس. طيب بس دكتور قلنا هو ايوه 10 نانو صنعه هو، لذلك الجهاز غالي جدا، جهاز صغير، جهاز صغير بس غالي جدا. ليش؟ لانه وين هذه التقنيه؟ بتكون شركه واحده عالميه تعرف له محتكر السوق. بس انا اقصد الان لما انت كيف تشوف انه ما تشوفش انت ولا تبصر حاجه. ولا تبصر حاجه، احنا الحين بنبصر الصور اشتغلت على هذا. انا بروح شوف لي ايه معناته كذا بها على هذا، معناته بلامس السطح الخارجي. المنطقه اللي بلامس فيه معناته انه في مشكله في البر. او هنا يتحقق لك ان السلندريك الحقوة اذا كانت تدور يعمل في معك تعرجات ولا كذا على السطح طبعا. The non-contact sensors operated by the computer are kept along the production line and they can check the product very quickly in the fraction of seconds. طبعا هذا يعتبره contact probes. تمام؟ non-contact قد تكون sensors. The non-contact sensors operated by the computer are kept along the production line. يعني هي منطقة على المكينة. And they can check the product very quickly in the fraction of seconds. Okay. خلاص ندخل البارت 2 اللي عباره عن معنا شويه بينه اللي هو كيس ستدي. يعني الكيس ستدي هذا هو معناته بنعمل ضروري كيف نعمل احنا في المشروع الثاني. اول حاجه البراكتيكال بروجكت. هذه المحاضره الخامسه ولا لا؟ لا مش المحاضره الخامسه، هذه المحاضره. البراكتيكال بروجكت سيلكت ذا برودكت، معناته نختار البرودكت. ذا برودكت شود بي اوف انجينيرنج فاليو، ضروري يكون قيمه هندسيه مختاره. The product should be machinable and not much complicated. يعني مش بالدرجة هذي المعقد. تمام. Identify the alternative product that can do the same job and why yours is better. طبعا انا اعمل جوين ترى ممكن انقل الحركة بطريقة ثانية. جير ممكن اعمل سبار جير ممكن اي نعم. نقل حركه من مكان لمكان ممكن اعمل جير ممكن اعمل بيلت، اذا معناته انا احدد حقين من ناحيه هندسيه ليش حقي افضل؟ لو كنا عملنا هاند. Select the raw material or composite in which the product will be manufactured. تمام بناء على هذا. Represent the product اللي معناته design specification بنختار. Use one of the engineering graphics of the prototypes or the work. Draw projection representation. مساقط. Projections are readable for engineering only. So draw three dimensional isometrics. If required, draw sections of our entire cavities. هذه العناصر المهمة تمام. Do engineering analysis. Verify the density of the material, the dimensions of the start material and the final product. The tolerance required based on the importance of the products. المنطقة اللي اشتغل فيها هون معناته نختار tolerance. Use software. Programs such as SolidWorks and or ANSYS FEA to study the stereosis forces, thermal and metallurgical properties. تمام؟ النقطة اللي بعدها بالفورم بروسيس بلاننج اللي هو الكاب اللي احنا تكلمنا عنه هنا. Identify the production technology based on the type and quantity of the products. Identify the process planning sequence carefully. تتابع. Identify any other sequence of operations. Go for workshop, apply the selected process in the workshop. معنا طبعا نروح الورشة وننفذ العملية حقنا بنفس التسلسل. بعد ما نرسم لها الفيديو تمام. Determine the machine and machine tools that is required to make your products. والتسلسل حقنا يعني ليش انت Do the job in the same sequence. Do secondary operations such as surface finishing, coating and heat treatment if required. تمام بالنسبة للمنتج حقنا. بعدين اوتوميشن ورك بنرجع نعيد الموضوع ثاني بحيث على اساس ان احنا بنشتغل على السي ان سي، سواء حصلنا السي ان سي نعرف نشتغل به او نظريا يعني احنا صح المهم نشتغل رايت نيوميريكال كنترول بروجرام هذا بنشرحه في المحاضره القادمه كيف نعمل نيوميريكال ريزامبلينج ذا سيكونس بروسيس اكزاكتلي نفس البروسيس بلانينج ضروري النيوميريكال كنترول يعمل نفسه بنفس التسلسل دو ات اجين اف ذا ماشين از افيلبل معناته نصنعه من هذا واذا كان Do inspection and quality control. Inspection to the geometry of the product. Test the product for mechanical and physical properties. Compare the results with the design results.
هذه الصفحتين هو الاصل انه المشروع حقنا البراكتيكال ان احنا نطبقها لحذا في ريبا. دكتور هذا غير رساله ماستر. ايوه وانتم ما تعملوا الحين. ها؟ ها؟ صدق غير رساله ماستر كامله. فاعرف اقول لك ايش فعل حق الطلاب والبكالوريوس. تمام. استدي كيس استدي اختاروا لهم سبارجي. كيف؟ عملوا مقدمة طويلة مع سبارجي اسمها انتيشنز حقه وماين ابلكيشنز تمام قالوا له اوبجيكتيفيتيز ريكوايرد تو سيلكت ذا اوبتيمم سيكونس اوف مانيفاكتشرينج بروسيس فور سبارجي يوز ان ذا ابوف ابلكيشنز اند تشوز ذا بيست بروسيس ويتش هاز ذا اوبتيميزيشن اند ميك كومباريزون بتوين ذيم باي كوست ريسك تايم اند كواليتي طبعا طلعتوهم زي ما هم ارقام الكلام حتى لو بينهم اخطاء عادي وباقي بقى لكم الملف ارقام Selection the material. The materials of most of the gear used for transmitter reasonable torque and speed mainly need to be mechanically strong. Is shear and bending sufficiently tough and resistance to wear fatigue and chemical degradation. طبعا هذه أخذنا من الكتب. في فلوسهم تمام. However, the material for any gear is selected based on the working conditions. إذا كان في منطقة مثلا في غلاية ولا كذا الوركينج كونديشن مختلفة. باور وسبيد وان تور تو بي ترانسميتد لانه جير اصلا وركينج انفيرمنتس تمبرتشر فيبريشن كيميكال هيتس ايز اوف مانيفاكتشر اوبيرال كوست اوف ماتيريال اند مانيفاكتشرز طيب هذا المواد اللي اختاروها هم يقول لك ممكن انه يصنع من الفريس ماتيريال فور هاي وودز جراي كاست ايرون الان احنا بعد ما درسناه خلاص جراي كاست ايرون نعرف ايش عندنا بس تقول جراي كاست ايرون يتحمل بالنسبه للجير اذا بيصنع منهم في بعض الاستخدامات قال لك اذا كان بلود كبير بريفير فور ريزونبل ستريك اند وي ريزيستنس ايز اوف كاستنج اند ماشينينج اند لو كوست بس ما يسمحش للفوركينج واحد لانه ما ضل بريتل ما يسمحش للفوركينج فورجي ذا رولد هاي كربون ستيلز اند الواي ستيلز نيكل كربون معدنم which are either fully hardened or surface hardened for use under high stresses and speed. Non-ferrous or light wood. ذا كان الحمل على خفيف. ممكن نصنعها من الألمنيوم من البرونز. وشو البرونز يا طيب. الكوبر لا كبراس. الكوبر وزن كبراس. التين. لا التين. كوبر مع تيتانيوم مثلا عن كان مع سيلفر مع نيكل I use for making gears having fine teeth and working at very light load خفيفة يعني من ألمنيوم alloys like ألمنيوم برونز يعني يضيفوا لبينهم ألمنيوم برونز زينك ألمنيوم alloys نون ميتالز شو بركز بالنون ميتالز بقى عندي معانا جيرات يستخدمون حتى في الالعاب تمام معناته انا ما 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 بروحش كذا بدخل في البوليمر widely used for light load no precision and noiseless ablation polymers plastics both thermoplastic and thermosetting type and various composites metal graphite wood طبعا هذا الكلام لو كنا نقراه قبل ما ندرس الماده صعب شويه تمام بدنا هذا مستوعب كان طيب هذا الديزاين حقهم بس هم مسؤولين دور تمام 63.98 بس مو لازم تقوم لا لا تمام وحددوا الابعاد حقه وكم القطر الخارجي حقه وما تشوف 39.29 تمام صناعي بني كذا هذا صناعي تمام يقول لك بارتيكولاري موست امبورتانت ماتيريال يوز ان سبارجي اللي هي الاسيتون اللي بلاستيك بليمر او طبعا ماده حق الخصائص عادية جدا اللي هي مقصة بالفايبرز أقول لك الكاس ايرون ولا ستانلس طبعا بناء على الرقم نعم هعمل عملية الرسم هذه ورسمهم عبارة عن مسافات توب فيو فرونت فيو رايت فيو ليفت فيو واضح؟ بس في بعض المفاهيم ها؟ بعد وش اشكالية طبعا وبعدين هنا حسبوا الدايمنشنز اوكي حددوا الدايمنشن كامل وحددوا الاوتر ديامترز يعني بعض التفاصيل ما نحتاجش كامل لكن بالاخير هذا شغل برايمري بروسيس سيلكشنز ما هي العمليه الرئيسيه
Gear manufacturer depends on machinery available, design specification or requirement, cost of production and type of materials from which the gear is to be made. There are many methods for manufacturing gear including metal removal process. اللي هو الريموفر اللي معناته تمام فاريوس كاستنج بروسيسز ممكن نعمله بالكاستنج ستامبنج اند فاين بلانكينج كولد دراوينج باودر ميتالورجي انجكشن مولدنج طبعا الجير هذا يعتبر قطعه مهمه جدا يعني تصنع يعني قد يقرب على كل العمليات دكتور ما فيش اي ماكينه ما بينش جير تمام Forging, تمام. The initial operation that produces a semi-finishing bar 3D for gear machining is referred as blanking operations. The starting product is gear machining is called gear blank. يعني اللي على السنة الجير بلانك يعني معناته بده يكون معكم كتلة اسطوانية. أو إنه ممكن للجير إنه قد عملوا له مواد خام جاهزة تكون. هذا يحدد لك المواد الخام شوف كيف هي. مصمت هذا تجي تقطع على حسب على طول حقك وحد التالي تمام انت شو مقوف يعني معناته بتكون اقدر من هذا الخام وهذا طبعا هم صوروا ورشه ورشه عثمان ورشه عثمان كلهم اشتغلوا ورشه عثمان حتى مساعد معهم عندي ورشه عثمان تدري باشا تمام طبعا حددوا العمليات اول حاجه عملوا ساوند يعني معناته السطح الخارجي بدون عملنا measure before cutting, during cutting, and after cutting. عملية. Turning. عملية تشغيل. بصور مش واضحة لكن لا واضح. تمام بالدوكيومنت واضحة. وبعد كده دخلوا بالدريلينج والبورينج لأنك بتعمل له قطر داخلي. تمام. وبعدين بتلقى تصلح حقل الأسنان. اللي هو second turning while a lathe cut work piece is left to make gear blank for the whole gear fixing before lathe and after lathe يعني عاملين صور لكل عملية أيضا أنتم مطلوب منهم تصوروا milling milling بيحتاجونه ليش؟ milling الأسنان بإيش بيصلحوها؟ الأسنان أيوه بالmilling ولا بال التورنينج ممكن تكون طيب gear cutting is done with a gear milling machine. يعني كانوا يضيفوا له الآلة يسمونه gear milling machine. ممكن تجي حق هذا تجي حق هذا تركيبه خاص بالجيرة على حسب طبعا هم اعتبروا انه بين 24 اسنان هم يقولون انهم راجعوا للكتاب الرسمية حق البنادى انه ممكن يكون 24 ينتقل الى 24 ما مش حاجة على ما احنا وريت ترجع على كتاب تدخل بالجوجل ولا باي مكان بعد ما يصلحوا الاسنان يرجعوا يعملوا لها دي برنج هذه العمليه ايضا معناته علشان تصلح الزوايا بارس اند تيف اند سيرفس هاف بين ريموف ويز كلاسيكال دي برنج ماشين بيكوز وي كود نوت فايند ان ادفانس ماشين فور دي برنج انا اغلب ما حصلش من الشهر يعني هي تريتمنت ورجعوا وبعدين شلونا نعمل منها نفس الورشه بنفس الورشه يعني يسخنون بيد الهواء اصلا فحم هواء ولما تطلع حمراء يلقى هواء ويرجع بالهيد فوق هنا ايش التسخين؟ احنا درسنا الهيد تريتمنت مالك يا ماذا؟ انا سويت محاضره احنا انا حكم بهذا احنا قلنا عاده بعد تشغيل اي منتج عاده تكون الجهاز الداخلي قد فيه مشاكل والتركيبه البلوريه فنعمل له هيد تريتمنت الهيد تريتمنت قد يكون هذا النيلينج قد يكون تمبرينج قد يكون اكثر من عمليه لكنه في كل الحالات المهم انه نسخنه الى درجه حراره مرتفعه وبعدين نرجع نبرده نخله شويه ونرجع نبرده سريع علشان يحضر عمليه شرحوا انا بالنسبه لي التريتمنت ايش اللي عملنا هو يعني لو في صحراء اصلا واحد يرجع يقيس الخصائص بس ما فيش معنى لو كان معنا سيل هناك انه ممكن نطلع قبل بعض اللي هي السكاننج الالكتروني الانسبكشن لا وش يا دكتور حتى بالكيمياء اصحاب الكيمياء لا لا ما وش ما وش تقريبا واحد بجامعه عدن وما يشتغلش واحد بجامعه صنعاء وما يشتغلش تمام عشان ترتاح تمام بس لو معاه قطع عاد ممكن نسيبها الخاص يعني اذا واحد قطع من له خطه بالهان اللي باعته قبل كده يجمع العينه كامل ممكن نغسلها لاي مكان تمام الانسبكشن طبعا نعمله في شغل الانسبكشن ودايما نشيل الانسبكشن يقابلوا المعمل هنا حق الفيزياء وخاص وحقهم على بعض واسانهم والزوايا
باقي الماكرومترز وال ماذا شو تمام. طبعا عمليه دوريه.